تعلم اثنين، لا تقول والله انا ما بعلم الا 15 واحد، لك يا عمي علم اثنين شو بتخسر؟ انا علمت اول واحد بجده، بتعرفوا مين؟ محمد موسى الشريف، فضيلة الشيخ محمد. هذا الحكي من 32 سنة، ما قلت ما بعلم الا 10. وقبل محمد موسى الشريف بقيت سنة ونصف اجلس في المسجد اتمنى على الله طالبا واحدا ما في، من العصر للعشاء، مو من العصر للمغرب ولا من المغرب للعشاء، من العصر للعشاء. قرأت بهالفترة كتاب العقد الفريد من غصن، شو اسمه؟ العقد الفريد من غصن الأندلس الرطيب لابن عبد ربه الأندلسي. نعم. فيا رب ارفع راسي، يا رب طالب واحد يا رب، وربي عم يختبرني ويمتحني. ما في جلو، لكن ما تركت، ما رحت دورت على شغل هنا وهنا، ما بدي إلا القرآن. لحتى بعد سنة ونص الله بعث لي محمد موسى الله يرضى. لما كنت أجلس وأتمنى على الله طالب أو واحد أو ما في، إلى أن أكرمنا الله عز وجل بالبرنامج اللي بتعرفوه، كيف نقرأ القرآن الكريم. بيقولوا بقناة إقرأ أنه بيشاهدوا 200 مليون واحد، 200 مليون. طب أنا كنت أتمنى على الله طالب واحد، شيء بيخجل والله، شيء عرفتوا شو بيخجل؟ يعني بيشعر الواحد بالخجل من الله عز وجل، بيشعر بكرم ملجم لللسان. عرفتوا شو معنات ملجم لللسان؟ يعني بتدور باللغة ما بتلاقي عبارة تصلح لأن تشكر الله بها، بتلاقي سكوتك أولى، سكوتك أولى، ولعل الشكر يكون بالدموع أحيانا. فهذا فرصة لا تضيعوها، إذا ضيعناها لا سمح الله ربي بيجيب غيرنا. فإن يكفر بها هؤلاء، وحاشاكم إن شاء الله أن تكونوا منهم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموكلين الذين وكلهم الله عز وجل بنشر كلامه في الأمة، في أمة الإسلام. والتعليم ما له مكان يا أخواننا، سيدنا يوسف علم بالسجن صح؟ ما قال لهم جيبوا لي طاولة يحطوا لي كرسي ها؟ التعليم ما له مكان. ممكن وانت راكب الأوتوبيس تعلم اللي جنبك، ممكن وانت عب التليفون، الآن في عنا الوسائل الحديثة هذه، السكايبي وغيره، حتى بالتليفون عن بعد، حتى في يعني كل هذه الوسائل حجة علينا يوم القيامة. فالله يرضى عليكم، أنصح نفسي وأخواني باغتنام ما بقي من أعمارنا. والله ما شفت واحد صاحب القرآن بصدق إلا ربي أكرمه، والله لا رأيت ولا سمعت بحياتي إنسان صاحب القرآن بصدق إلا ربي جل جلاله أكرمه. فأنتوا يا أخوانا اصدقوا في تعلمي وتعليمي كتاب الله، يكون هذا هدفكم. إياكم من مداخل الشيطان، أوعك يخطر ببالك تعظيم الناس، إياك ثم إياك. إن رضيوا وإن زعلوا وإن عظموك وإن ما عظموك كله مثل بعضه. هذا بيترك رب الناس وبيشتغل بالناس، هذا من علامة صغر العقول. فما في، لا تلتفتوا إلا إلى الله، لا يكن همكم إلا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا يكون همكم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا يكون همكم. يا ترى أنا من أهل القرآن؟ كل واحد يسأل نفسه هالسؤال ويسعى، لأنه عسى ربي فضلا وكرما وجودا يجعلنا وإياكم إيه من أهل القرآن. لكن بدنا نغتنم، كل في منطقته، كل في المكان الذي أسكنه الله فيه، الحي اللي الله أعطاك إياه، البيئة اللي أنت فيها. إن شاء الله يكون طالب واحد، لا تزهد، ما بتعرف هالطالب هذا شو بيطلع منه خير بكرة. أليس هذا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الكتاب وتعليم الحكمة اللي هي السنة يعني، هذه من وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من يقوم فيها من بعده فهو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.